الهوم سيكنس أو الحنين إلى الوطن حالة نفسية لا يعرفها سوى الذي تذوق طعم الغربة المرير، وهي حالة نفسية تستمر مع المصاب بها وتحاربه، وإذا تغلب عليها بقي في الاغتراب وبنى مستقبله، وإذا غلبه الحنين عاد إلى الوطن. أجمل ما كتب الشاعر جبران خليل جبران عن الحنين إلى الوطن: غريبة في هذا العالم غريبة، وفي الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة، غير أنها تجعلني أفكر أبداً بوطن سحري لا أعرفه، وتملأ أحلامي بأشباح أرض قصية ما رأتها عيني غريبة في هذا العالم. من الطبيعي جداً أن تشعر بالحنين إلى الوطن، إنه إحساس طبيعي يحدث إلى الأفضل منا، ويمكن أن يكون كتذكير بالأشياء التي نهتم بها. الأمر ليس مسحة، لذلك فإننا نضع بين أيديكم نصائح سهلة تساعدكم على التغلب على هذا الشعور أو منعه حتى من مضايقتك مرة أخرى. احتفل بيوم على الأقل بالحنين إلى الوطن، حاول مثلاً أن تأكل طبق من بلدك، أن تستمع إلى موسيقى بلدك، وأن تتصل بكافة أصدقائك في الوطن. انخرط في الروتين للشعور كأنك في وطنك في بيئة جديدة. يجب أن تنخرط في الروتين، وهذا الروتين يمكن أن يكون أي شيء بدءا من التمرين بانتظام إلى احتساء القهوة. إن جدولة أنشطة معينة والالتزام بها سوف يعطيك شيء لتتطلع إليه ويجعلك تشعر كأنك في موطنك وأنت في وطنك الجديد. العثور على مكان مألوف. ما يشبه الانخراط في الروتين هو أهمية العثور على مكان مألوف يساعدك على الشعور كأنك في موطنك، مثل مقاعد الحديقة أو مقهى به جلسات مريحة. فضل الحياة الحقيقية عن التي في وسائل التواصل الاجتماعي. تجاهل وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون نعمة، نعم، لأن السبب الحقيقي وراء سفرك للخارج هو أنك تريد أن تجرب شيء جديد في المقام الأول وأن تبني مستقبل، فمشاهدة نشاطات أصدقائك على مواقع التواصل مضر وغير مفيد. حاول أن تقضي على الملل من خلال أنشطة مفيدة، وتذكر ما تقوم به هو الصواب، فاللهو هو النهايات المريرة.